أهلا بكم في فقرة مواهب مظلومة. نستعرض اليوم اللاعب الهولندي الزاحف، اللاعب الذي دخل الجغرافيا من أوسع نوافذها. إنه الأسطورة والظاهرة عبد القادر مازال باش الماركي، أو كما تسميه صحيفة مغرب سوشتري سيتي والغازيتا الإيطالية، عبد القادر غازيلينيو، ابن مدينة تلمسان وأحد أبرز لاعبي المنتخب الجزائري في السنوات الماضية. لعب لعدة أندية لكنها لم تتأقلم مع إمكانياته الكبيرة. يجيد اللعب في المراكز كلها ما عدا خط الهجوم والوسط والدفاع، أما في حراسة المرمى لم يتم تجريبه بعد. من مميزات هذا اللاعب أنه لا يجيد اللعب بالقدم اليسرى، كما لا يجيد اللعب أيضا بالقدم اليمنى. أما ميزته الإيجابية أنه يستطيع ترويض الكرة بيده في السماء، لقطة أصبحت ماركة عالمية خاصة بهذا اللاعب الكبير. يملك غازالينيو سجلا تهديفيا رهيبا، حيث سجل 27 هدفا منها 25 هدفا في ملعب حديقة منزله، وهدف وحيد ضد مرماه في مركز سيدي موسى. أما الهدف 27 فقد كان من وضعية تسلل. يستطيع غازالينيو مراوغة 5 مدافعين دفعة واحدة في خياله. أما عن الأرقام القياسية فغازالينيو يملك العديد منها، مثل رقم هاتفه الشخصي ورقم قميصه. هي موهبة مظلومة إعلاميا، تستحق أن نسلط عليها الظلام لتعود إلى التوهج مجددا، ولم لا رؤيتها في مونديال قطر، ولكن من على المدرجات. إلى اللقاء.